السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتكم ببلين. بعد ما عرضنا عليكم لزاتيك تاعنا اونوزي، بعد ما درنا لكم لي باني اناج تلقاو الصور تاعهم مرفوعين في الفيديو، عرضنا عليكم ايضا لي غوندول ان اعجبكم وكان طلبات عليهم. اليوم راح ندير لكم لي ميروار لمخدومين اونوزي، حاجه بزاف شابه، حاجه بزاف كلاس، حاجه راهي لوكال مصنوعه مادين ابناء القليعه، نوجلهم التحيه. هذو لي ميروار حاجه بزاف شابه. انا نلقاو في المارشي دي ميروار ارتيكل شينوا ولا ارتيكل تيرك، مي ما تكومباريوهاش كاع بالمنتوج المحلي، حاجه ما شاء الله. هذو لي ميروار السعر تاعهم فيهم دو ديمونسيون. قبل ما نروح لكم للسعر، نذكركم بلي حنا مبليني توجدين بالقليعه ولايه دي بازا، نديرو خدمه النقل والتركيب 45 ولايه. نيميرو التليفون تاعنا 0362 29 96 58، نيميرو دافيه الفايبر الواتساب الماسنجر والايميل. بالنسبه للميروار اللي مخدومين اونوزي فيهم دو ديمونسيون، عندكم ميروار موايان، يعني تكون ميروار متوسطه الحجم، وعندكم جيونت يعني كبيره الحجم. نبداو نشرح لكم متوسطه الحجم. هذه متوسطه الحجم فيها دو كولور، عندكم لا بروميير كولور فيها السته تاعها لا كولور مارون، ولا دوزيام فيها السته تاعها في لا كولور بلونش. السعر تاع الميروار هذه متوسطه الحجم راهو 650 بالنقل راح وصلاتكم حتى للدار 45 ولايه كما توصلكم بلا ما نزيد لكم والو في البري. نبداكم بلا كولور مارون، فوالا السته تاعها تلقاوها في لا كولور مارون، فيها هنايا دو بوند في لا كولور بلونش يقسموا التفصال تاع لا كولور مارون. مام الميروار تاعها جايه اوفال، هنا الميروار جايه اوفال. هذه الميروار تقدر دير لك زبون عنده ان بيتي كولوار في الدار، تقدر تجي هذه الميروار في الكولوار، ولا كان عنده اون شومبر انديفيديوال تقدر تجيكم في لا شومبر انديفيديوال. هذه البري تاعها 650 واصل عندكم حتى للدار افيك لي دو كولور، ميم لا دوزيام كولور تاعها قلت لكم هنا فيها السته تاعها في لا كولور بلونش. هذه متوسطة الحجم. أما كبيرة الحجم الميروار جيون بالنسبة لزاتيك تاعنا توجور أونوزي، هذه لا دوزيام ديمونسيون كيف كيف فيها دو كولور، هنا السبتة في المارون والسبتة في لا كولور بلونش، والسعر تاعها راهو 750، يعني لا ديفيرونس اونتر لي دو ديمونسيون راهو 1000 دينار. الأولى متوسطة الحجم راهي 650، كبيرة الحجم راهي 750، واصلة عندكم حتى للدار. فريمون أن جولي أرتيكل في لي زاتيك تاعنا أونوزي، وإن شاء الله أفيك لو طون راح يكونوا دوطر أرتيكل في لوزي. على بالي حاجة بزاف مليحة، حاجة بزاف كلاس. ما عليكم إلا تشجعونا، تكومونتيونا، تبعثوا لنا النقد تاعكم، نحن في خدمتكم، ورانا قناة مبليني في خدمتكم. موعدنا إن شاء الله فيديو آخر. فضلا منكم ليس أمرا، اشتركونا في قناتكم قناة مبليني. احتراماتنا، والسلام عليكم ورحمة الله.